هو انت ناوي على ايه؟ اسمع الكلام وانت ساكت. بيوت المقبره في الثلاث كفور كلها نفس التصميم. الحته دي انا كنت ياما بهرب منها وارجع عشان الاوقات يعني اللي كنت بحب اخلع فيها منهم. يا ما نعمل الفاظ ونعمل تربيه. اتفضلي. لسه ابن التربيه لامك يلا، وهتسكت ولا امشي واسيبك؟ والناس راحوا فين؟ علم علمي كبار ما فيهاش تاريخ ابن يومي. انت اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي حصل؟ كله بسببك. انا مش فاهم حاجه. بقول لك ايه، انا في شهر طار من عمري مش عارف اعمل اي حاجه. انت هتسوق الجنان ولا ايه؟ والله زي ما بقول لك يا سوسن. فين العهد يا علاء؟ ده انا عهد فيهم. يعني انت معاك العهد؟ دي ورقة مقطوعة من العهد الأصلي، فين العهد يا علاء؟ أنا مش فاهم حاجة، محتاج أفهم. هتفهميني أقول لك جبت الورقة دي منين؟ مش هتفهميني هرجع مطرح ما جيت. العكس هو اللي هيحصل. هتدلني عليه؟ هجاوب على كل أسئلتك. أنت إزاي مأمن لها؟ دي سوسن. رغم كل حاجة سوسن جواها قلب طيب بتحبني. وقت الجد هتقف معانا وقفة راجل، بس أهم حاجة المصالح ما تتعارضش. لو رجالة من عينتك تبقى مصيبة. تدي القط مفتاح القرار. دي سبب البلاوي كلها. أنت مش قد يا مهيب، وهتندم على اللي عملته وبتعمله. يجروا. بقولك اجروا. انت عارفه كويس قوي انك منفوخه على الفاضي. خلاص يا سوسن راحت عليكي. انت بتضيع اخر فرصه قدامنا. اخر فرصه انت مالكيش فيها دور اصلا. الايام بينا. انت مهيب؟ بس انت عمر ما كان شكلك كده. وليه مستخبي هنا؟ الهربان ما بيتسالش سؤال زي ده. هو ايه اللي حصل؟ ما حد يفهمنا بقى. الضوي اختار طريقه الحكم اللي ما بتردش عليها. حكم بلسان ربنا. وهو ما يعرفش ربنا اصلا. واللي زي دول ما فيش اسهل من اللي زيك يختاروا عدو ويرموا للناس يتلهوا بيه. احنا نمنا نومه اهل الكهف ولا ايه؟ طب ما هي بجد؟ مهيب اللي عشتي طول عمرك باسمه. يعني ايه ده كمان؟ اسمعوا اللي هقوله لكم دلوقتي ونفذوه بالحرف الواحد. احنا التلاتة الامل الوحيد اللي فاضل عشان نقف قصاد الضوي وعمايله. في يوم من الايام ظلمت حد فيكم؟ كلموا ما تخافوش. من يوم ما ربنا اراد وحكمت الكفر، حد فيكم بقى جعان؟ لا. اهو الرزق اللي اترزعتوه ده مش مني، ده من رب العالمين، من رضاه وكرمه عليكم عشان طهرتوا قلوبكم من الفساد. لكن اللي اسمه علاء ده مصر ينجس الكفور ويفقرها هو وشويه العوالم اللي معاه، مصر يغضب ربنا علينا. وانا صبرت عليه كتير وسكت له كتير، لكن يوصل بيها الفجر اللي يعمل زي الملعون ويدعي زورا ان معاها عهد تالت، فده اللي مش هسكت عليه ابدا. وانا جمعتكم النهارده علشان انتوا اللي تاخدوا القرار. كلكم عارفين طبعا ايه هي نقطه ضعف علاء. ايه نقطه ضعف علاء يا زينب؟
سكينة. يا موكوس يا ابن الكلب، لو اشوفك دلوقتي علاء. هي دي امي بجد؟ ايوه يا ابني، هي دي امي. انا مش فاهم اي حاجه، من كل اللي فاكره اني موت حشاش ربما من حقني اعدام، وصحيت لقيت كل حاجه متغيره. بس ما ينفعش اكون بحلم اشوف امي طول عمري، ويوم ما اشوفها الاقيها تبقى هذه كده. ماشي يا علاء، انت اللي جابك؟ جاي لك. قلت لي انا اخرب بيتك، انت صدقت الكلام اللي انا قلته؟ اهرب مننا يا علاء، اهرب. يقولها هيقبضوا عليك. انا عارف ان هم هيقبضوا عليك. امشي يا ابن الموقوته من هنا، اهرب. مش ههرب. انا هو يا ضو، جيت لك وهشعل. أماه يا أماه يا أماه، أماه يا ظل الإله وصوته، يا زهرة العطف المخلد فينا، قلب الفتى. اتبسطت يا أبويا، اتبسطت يا حبيبي، اتبسطت من الشعر. أماه الله ينعلك وينعل أمك، قدروا بيريدي الله يخرب بيتك. نفذوا الحكم. فين العهد؟ فكوا امي الاول. ما تخافيش يا سحر، كل حاجه هتخلص دلوقتي. كل ده كان حلم من بكره. خدوا عبره وعظه.